الأقصر تدشن أولى رحلاتها بين وسط وشمال المملكة عبر قطار الشمال. والعلاقات التجارية التركية السعودية نمو مستمر وتطور ملحوظ منذ تأسيس الدولتين. أسعد الله مساءكم مشاهدينا في فترتنا الأخيرة من أموال ومسارات، نبدأه بتذكيركم بإغلاق سوق الأسهم السعودي خلال تداولات الجلسة. المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي خلال تداولات اليوم، السوق افتتح التداولات في هذه المنطقة بحالة من التذبذب ما بين التراجعات الارتفاعات الطفيفة وعودة مجددا إلى التراجعات قبل أن يعود المؤشر ليشهد أداء سلبيا ويواصل التراجع بشكل تدريجي. في منتصف تداولات اليوم كان التراجع بشكل واضح بالنسبة إلى السوق، عاد بعد ذلك المؤشر لتقليص جزء من الخسائر التي جناها وإن كان أغلق في المنطقة الحمراء. المؤشر أنهى التداولات بخسارة 26.13%، 7032 نقطة مع سيولة تجاوزت 3 مليارات 500 مليون ريال، وهي مستويات السيولة التي عادة ما شهدناها بالنسبة للسوق سواء شهد السوق ارتفاع أو شهد المؤشر انخفاض. اليوم الإغلاق جاء بعد 3 جلسات متتالية شهد فيها السوق أداء إيجابيا وارتفاعات جيدة. التراجع جاء رغم الارتفاع بالنسبة إلى النفط ورغم الارتفاع بالنسبة إلى أداء الأسواق العالمية وتحديدا الأسواق الأمريكية، ولكن يبدو أن السوق لم يرتبط بهذه الأخبار الإيجابية بشكل كبير منذ إذن فترة. هذا فيما يتعلق بسوق الأسهم. من سوق الأسهم إلى أبرز أخبارنا الاقتصادية، حيث أوصى مجلس إدارة شركة اتحاد عديب للاتصالات بخفض رأس مال الشركة بنسبة 60% إلى 630 مليون ريال وتخفيض عدد الأسهم إلى 63 مليون سهم، وأوضحت أن سبب تخفيض رأس المال يعود إلى إعادة هيكلة رأس المال الشركة، وذلك تماشيا مع المادة 150 من نظام الشركات الجديدة والتي تنص على ألا تزيد الخسائر المتراكمة عن 50% من رأس مال الشركة. عذيب اليوم تباينت في الأداء في بداية التداولات، شهدناها تشهد ارتفاعات ثم عادت الشركة إلى الثبات والاستقرار والذي حافظت عليه حتى نهاية تداولات هذه الجلسة 3.55 ريالات. هنا كما نلاحظ هنا حافظت على حالة ثبات واستقرار حتى نهاية تداولات إذن هذه الجلسة. من هنا ننتقل إلى بقية أخبارنا، حيث وقعت شركة الخطوط السعودية للتموين عقدا مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية وذلك لتجهيز وإدارة وتشغيل صالة الفرسان بمطار القاهرة الدولي بقيمة إجمالية بلغت 44 مليون ريال لمدة 5 سنوات تبدأ اعتبارا من 12 فبراير. وتوقعت الشركة بحسب بيان لها على تداول أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية وذلك اعتبارا من الربع الثاني لعام 2017. إذا نظرنا إلى أداء الشركة، الشركة افتتح التداول في المنطقة الحمراء كما نلاحظ واستمرت بهذا الأداء السلبي وذلك حتى نهاية تداول اليوم. كما نلاحظ هناك تعميق للخسائر في نهاية تداولات هذه الجلسة، خسر الريال 75 هللة تراجع 1.19%، 88 ريال و75 هللة. هذا إذن بالنسبة إلى شركة الخطوط السعودية للتموين. إذا انتقلنا إلى تهامة للإعلان، حيث بلغت الخسائر المتراكمة لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة حتى نهاية يناير 2017 نحو 85 مليون 50 ألف ريال، ما يعادل 56.17% من رأس مالها. وارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية يناير 2017 بعد أن سجلت خسائر قدرها 2,440,000 ريال وذلك خلال شهر يناير الماضي، لتبلغ الخسائر الصافية للشركة 42,990,000 ريال. بالنسبة لشركة تهامة تباينت في الأداء ما بين أداء سلبي إلى أداء إيجابي في نهاية تداولات هذه الجلسة. بالنسبة إلى السهم كما نلاحظ 30 هللة يكتسبها 1.10% ارتفاع 26 ريال و50 هللة. كان هناك الكثير من الأخبار خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالنسبة إلى تهامة، أيضا كان هناك خبر خفض رأس مال الشركة بالنسبة إلى هذه الشركة خلال الأسبوع الماضي. إذا انتقلنا إلى شركة الحكير، حيث أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركائه عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين أتول سينغ في منصب المدير التنفيذي للشركة على أن يباشر مهامه اعتبارا من أول من إبريل 2017 ميلادي. إذا نظرنا إلى الحكير، الحكير
منذ بداية التداولات السهم شهد أداء سلبيا وعمق من الخسائر هنا في هذه المنطقة، وذلك حتى نهاية تداولات هذه الجلسة أنهى التداولات في المنطقة الحمراء ليخسر 60 هللة وتراجع بنسبة 1.18%، 32 ريال و20 هللة بالنسبة إلى سهم الحكير. هذا فيما يتعلق بأبرز أخبارنا الاقتصادية. من الأخبار الاقتصادية ننتقل إلى حركة القياديات، نبدأها بالشركات ضمن قطاع إذن المواد الأساسية. اليوم كما لاحظنا في بداية تداولات هذه الجلسة، افتتاح سابق كان بشكل إيجابي مع اكتساب السهم للربع ريال، استمر هذا الأداء الإيجابي حتى منتصف التداولات. منذ المنتصف وحتى النهاية شاهدنا التذبذب ما بين الأداء الإيجابي بالنسبة إلى سابق وحالة الثبات والاستقرار. كما نعلم خلال تداولات الجلسة الماضية كان هناك ارتفاعات جيدة بالنسبة إلى سابق تقريبا قاربت 1%، ولعدة جلسات متتالية سابق ارتفعت بشكل جيد وبشكل إيجابي. خلال أيضا التراجعات في الجلسات الماضية كان سهم سابق يميل بشكل كبير إلى التماسك 96 ريال و50 هللة في حالة من الثبات والاستقرار في نهاية تداولات هذه الجلسة. إذا انتقلنا إلى الصحراء البتروكيماويات، ترتفع في النهاية 5 هللات 13%، ارتفاع عند سعر 15 ريال و65 هللة. اللوجين ثبات واستقرار 20 ريال و10 هللات. السعودية العالمية للبتروكيماويات 17 ريال و95 هللة، 15 هللة خسارة 18%. التعديل العربية تراجع بنسبة 1.20%، 50 هللة خسارة تراجع بنسبة إذا عند سعر 41 ريال. بالانتقال إلى بقية الشركات ضمن القطاع، اسمنت اليمامة إذا في نهاية تداولات هذه الجلسة أغلقت بثبات واستقرار. عموما شاهدنا هذه الشركة تحديدا منذ بداية التداولات كانت تميل إلى حالة الثبات والاستقرار. حركة السهم اليوم كانت بطيئة بشكل كبير 19 ريال و60 هللة. أيضا الحال بالنسبة لأسمنت المنطقة الجنوبية أنهى التداولات بحال من الثبات والاستقرار 11 ريال و70 هللة. إذا نظرنا إلى أسمنت المنطقة الجنوبية يتراجع 17% ليخسر بذلك 50 هللة. اسمنت ينبع 20% ارتفاع 10 هللات يكتسبها 37 ريال و30 هللة. واسمنت نجران 14% تراجع 5 هللات، إذا خسارة 11 ريال و5 هللات. بالانتقال من المواد الأساسية إلى البنوك، خلال الدقائق الأولى من التداولات كان القطاع البنكي برمة وشركات المصرفية بحالة من الثبات والاستقرار. حتى المنتصف كان هناك بعض البنوك تحافظ على هذا الأداء، بعضها ما بين التراجعات والثبات والاستقرار، الارتفاع والثبات والاستقرار. الراجحي خلال التداولات من حالة الثبات والاستقرار إلى التراجعات التي شهدها السهم حتى نهاية تداولات هذه الجلسة 64 ريال 75 هللة، 50 هللة خسارة 17% بالنسبة إلى مصرف الراجحي. إذا نظرنا إلى أداء بقية المصارف نلاحظ أيضا السلبية. هناك فقط البنك السعودي للاستثمار يخالف المسار ب 13% ارتفاع و5 هللات يكتسبها 13 ريال 95 هللة. بالنسبة لسامبا المالية تراجع 19%، البنك السعودي البريطاني 20%، والبنك الأول 14% تراجع خلال تداولات اليوم. من القطاع المصرفي دعونا ننتقل إلى أداء الشركات التي شهدت ارتفاع والتي إذا قبل ذلك دعونا نلقي الضوء على الاتصالات. الاتصالات شهدت في البداية أداء سلبي، من السلبية إلى الثبات والاستقرار 65 ريال. اتحاد الاتصالات تراجع 14%، الاتصالات المتنقلة إذا هناك ارتفاع بنسبة 1.10%، اتحاد عبيب كما أشرنا ما بين ارتفاعات طفيفة إلى عودة إلى حالة الثبات والاستقرار 3 ريالات و55 هللة. عموما هناك الكثير من العوامل المؤثرة خلال الفترة الماضية بالنسبة إلى اتحاد عبيب، أشرنا إلى خفض رأس المال، أشرنا إلى الخسائر التراكمية خلال العام، وأشرنا أيضا إلى شراء الاتصالات السعودية أبراج من اتحاد عبيب، وكيف لذلك كان الأثر الإيجابي خلال الفترة الماضية بالنسبة إلى أداء السهم. عموما اتحاد عبيب منذ ما يقارب 3 أشهر تتحرك بشكل جيد وبإيجابية، وإن كانت ارتفاعاتها ملحوظة بطيئة وبشكل تدريجي ولكن كان هناك تحركات إيجابية. بالانتقال إلى الشركات التي تشهد ارتفاع، هناك إذا الأسهم القيادية أشرنا إليها بالنسبة إلى الراجحي، أشرنا إلى الأداء. بالنسبة إلى سابق أشرنا إلى أداء سابق. جبل عمر إذا أنهى تداولات في المنطقة الحمراء بتراجع بنسبة 13%، أشرنا إلى البنك الأهلي، الاتصالات أشرنا إليها، وسامبا المالية أيضا أشرنا إليها، إذا أنهت التداولات في المنطقة الحمراء.
بالانتقال إلى الشركات التي شهدت ارتفاع خلال فترة التداولات، معظم الشركات التي شهدت تحركات لشركات ضمن القطاع الزراعي وشركات ضمن قطاع التأمين بشكل واضح. السعودية لإعادة التأمين الأهلية للتأمين، إذن تبوك للتنمية الزراعية أبرز الشركات التي شهدت اليوم أداء إيجابيا. هناك شركة الأندلس العقارية والسعودية أيضا لمنتجات الألبان من الشركات التي تحركت لليوم. عموما الشركات أيضا ضمن القطاع الزراعي كانت تتحرك بإيجابية لعدة جلسات متتالية، أيضا كانت الأسماك تتحرك بشكل واضح وبشكل إيجابي. بالانتقال إلى الشركات التي تشهد تراجع، إذا الشركة السعودية العداد، الشركة السعودية إذا الصادرات الصناعية، الجبس الأهلية، والشركة السعودية الخدمات الأرضية والمصافي، ونلاحظ بأن التراجعات لهذه الشركات ما دون 3%، بدءا إذا من الشركة السعودية للعداد والأدوات، التراجعات إذا منخفضة خلال تداولات هذه الجلسة. إذا مشاهدينا، إذا هذا فيما يتعلق بأداء سوق الأسهم السعودي خلال تداولات اليوم، القطاعات، الشركات. دعونا ننتقل إلى فاصل نستعرض فيه أسعار المعادن والسلع. والحديث مشاهدين أكثر عن إغلاق سوق الأسهم السعودي، نرحب بضيفنا هاتفيا المحلل في سوق الأسهم الأستاذ صلاح البلالي. أستاذ صلاح أهلا بك. أستاذ صلاح. إي نعم. أهلا بك، دعنا نتحدث بداية أستاذ صلاح عن العوامل التي تتحكم في حركة الأسهم والسوق خلال هذه الفترة. طيب بسم الله، يعني ربما خلال الفترة الماضية يعني شهدنا نتائج الشركات، وربما يمكن هذا هو العامل الأهم في أو المتوقع أنه يؤثر بشكل كبير على حركة أسواق الأسهم خلال الفترة القادمة. أنا أظن أنه يمكن أغلب القطاعات كانت متأثرة بتراجع النتائج مع بقاء بعض الشركات في يعني نتائج جيدة، وهذا أنا أظن هو الذي يعني سيجعل حركة السوق ربما تكون هادئة خلال الفترة القادمة من السوق. خلال 3 جلسات متتالية شهد فيها السوق أداء إيجابيا وارتفاعات جيدة قادت المؤشر إلى مستويات تجاوز فيها 7000 نقطة بعد أن تم كسر هذه المستويات سابقا. اليوم كان هناك أداء سلبي بالنسبة إلى السوق منذ البداية وحتى النهاية. الافتتاح السلبي الذي شهده سوق الأسهم، هل هناك له أسباب واضحة أستاذ صلاح؟ والله يعني فرق يوم واحد يعني أو حتى عدة أيام قد لا تكون يعني مؤشر حقيقي على حركة السوق.
يعني أنا أظن أنه نحتاج إلى فترة أسبوع أسبوعين إلى أن تظهر فعلا الحركة الحقيقية لهذا السوق. ربما التغير هذا هو قد يكون أحيانا جني أرباح بسيط بعد الارتفاعات التي تكون. نعم، ما النقاط المستهدفة بالنسبة للمؤشر خلال الفترة القادمة؟ والله هذا صعب الآن يعني تحديده، هناك عدة عوامل تؤثر يعني في السوق، لكن أنا أظن أنه من الصعوبة الآن أنه تحديد نقاط محددة للوصول لها، لكن يعني أنا إجمالا أرى أن الحركة التي حصلت ربما استوعبت فترة الارتفاعات الحاصلة، لكن إجمالا خلال عادة الربع الأول تكون يعني حركة السوق إيجابية، وخاصة بعد النتائج، وكذلك أيضا ترقبا للنتائج المدققة للشركات. فلذلك يعني هذه تعطي نقاط إيجابية جيدة. إذا ما نظرنا من الزاوية الأخرى وهي أنه نتائج بعض الشركات أيضا كانت أقل من نتائجها في السنوات الماضية، فهذا يعطي كثير من يعني أنا أتكلم على المدى البعيد. نعم. بالنسبة للمستثمر هناك عدة نقاط مختلفة، ولذلك أنا أميل أنه ربما لا تكون الحركة باتجاه واحد الارتفاع أو الانخفاض، لكن أظن أنه سيسودها الهدوء وقلة التداول خلال المرحلة يعني نقول المتوسطة أو البعيدة. نعم أستاذ صلاح، بالنسبة للارتفاعات التي تحدث بالنسبة للأسواق العالمية وتحديدا منها الأسواق الأمريكية، أيضا الاستقرار بالنسبة إلى النفط بعد حالة من التذبذب شهدها خلال فترات ماضية، لم نرى انعكاسات ذلك على أداء سوق الأسهم السعودي إيجابا، هذا يجعلنا نتحدث أيضا عن الجانب الجيوسياسي في المنطقة، هل لازال أيضا يلقي بظلاله على السوق؟ طبعا ما في شك ان هذا سبب رئيسي ومباشر يؤثر على السوق، لكن اذا ما قارنا هذا بسوق الاسهم الامريكيه هناك اختلاف كبير. بالنسبه للاقتصاد الامريكي خلال الفتره الماضيه، خلال الاربع سنوات الماضيه، كان هناك ارتفاعات كبيره يعني وتحسن كبير في الاقتصاد الامريكي، انخفضت مع الثلاث البطاله، زاد الحجم الاقتصاد. طبعا بالنسبة لدولة مثل الولايات المتحدة انخفاض النفط يعتبر عامل إيجابي لكثير من الشركات لأنها تعتمد على الطاقة، وبالتالي تحسن أداء كثير من هذه الشركات بما أعطى يعني دفعة قوية لأسواق الأسهم، وهذا يكون بالعادة معاكس لما يحدث في عندنا في المملكة. احنا بالنسبة لنا ارتفاع النفط هو العلامة الإيجابية. نعم. للشركات لاعتمادنا على الدعم الحكومي أو الصرف الحكومي على المشاريع الكبيرة، وهي تحرك كثير من قطاعات السوق، وهذا هو الفرق يعني بيننا وبينهم. نعم، المحلل في أسواق الأسهم الأستاذ صلاح البلالي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. ومن ضيفنا إلى أبرز أخبارنا الاقتصادية، حيث تدشن الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار الأحد في 29 من جمادى الأول لعام 1438 هجري أولى رحلاتها بعد أن استكملت استعداداتها اللازمة لإطلاق خدمة نقل الركاب عبر قطار الشمال الذي يخترق صحراء المملكة من وسطها إلى أقصى شمالها. يأتي هذا الحدث التاريخي على مستوى نقل الركاب بالمملكة على دعم توجه الدولة في تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل عدد من النشاطات الصناعية خارج المدن الرئيسية إلى تلك المناطق، وذلك لإيجاد تنمية متوازنة بما يضمن تخفيف العبء على المدن الرئيسية.
قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن ما يلي: أولاً، عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارة العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية. ثانياً، على الجهات الحكومية التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار الاستعانة بشبكة إيجار للتحقق من العقد. ثالثاً، على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة إيجار لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك. تشهد العلاقات التجارية التركية والسعودية نمواً وتطوراً مستمراً منذ تأسيس الدولتين وحتى الآن، غير أنها ازدادت عمقاً بعد اتفاقية عام 1973، لتشهد بعدها العديد من الزيارات الثنائية المتبادلة التي نتج عنها اتفاقات ومعاهدات شكلت منهجاً قانونياً ضبط العلاقات التجارية بين المملكة وتركيا. في السنوات الأخيرة وهما الاقتصادان الأكبر في الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية في تركيا بحسب مسؤولين أتراك أكثر من 11 مليار دولار أمريكي عبر 940 شركة سعودية، 33 منها سجلوا هذا العام. شركات تعمل في مجالات الطاقة والاتصالات والعقارات، فيما تهدف تركيا إلى إيصال الاستثمارات السعودية على أراضيها إلى 25 مليار دولار خلال السنوات الست القادمة. وأيضا تركيا تستثمر في السعودية. يجب أن نعلم أن لتركيا حوالي 200 شركة في السعودية، وهي تعمل في مجال البنية التحتية، ويجب أن لا ننسى أول مشروع في البنية التحتية ومشروع مشترك بين القطاع العام والخاص في السعودية، وهو إنشاء مطار المدينة المنورة كان بأيدي تركيا. وأيضا هنالك أكثر من 100,000 مواطن تركي يعيشون في السعودية، وهم أيضا يمثلوا قوة عاملة في الكثير من المجالات. قطاع العقارات من أهم القطاعات التي نشط بها المستثمرون السعوديون في تركيا، حيث نالت المملكة المركز الأول خليجيا في مجال الاستثمار العقاري عام 2015، ليصل حجم تملك السعوديين وحدهم لأكثر من 1,000,000 متر مربع وبقيمة مالية تصل إلى قرابة الملياري دولار، وذلك من خلال 150 شركة سعودية تنشط بهذا المجال. قطاع الاستثمار العقاري في تركيا يشهد تطورا ونشاطا كبيرا، لا سيما في استقطاب المستثمرين الخارجيين. مجالا الاستثمار الصناعي والزراعي يشهدان ايضا نموا كبيرا بين البلدين، لا سيما مع انشاء مجلس التعاون الاستراتيجي الهادف لتنسيق العمل المشترك بكل المجالات. ففيما تشكل المنتجات الصناعيه نسبه 88% من الصادرات التركيه ناهيك عن مشاريع صناعه السيارات، وصلت حجم الاستثمارات السعوديه في تركيا بقطاع الزراعه الى 6 مليارات ريال. تبقى تركيا محط جذب لأنظار المستثمرين عموما، وتبقى الاستثمارات السعودية على رأس قائمتها الاقتصادية وبكافة المجالات. للقناة الإخبارية علي تباب، إسطنبول. وفي ذات السياق، أوضح رئيس وكالة الدعم وترويج الاستثمار أردا أرموت أن هذه الزيارة ستكون مثمرة بين البلدين، ونطمح من أن العلاقات التجارية بين البلدين تكون بحجم أكبر. نريد بأن تكون هذه الزيارة من أثمر الزيارات، ومثلما كالعادة أيضا عندما نأتي إلى هنا نجد كل الحفاوة والتكريم، وسننتهز هذه الفرصة بشكل جيد. في الوقت الحاضر هناك استثمارات سعودية في تركيا، ويبلغ الحجم هذه الاستثمارات 6 مليار دولار، ولكن نرى بأن في الوقت الحاضر يجب أن تكون هناك أكثر من هذا الحجم. وفي لقاء خاص بقناة الإخبارية، أوضح وزير الاقتصاد التركي نهاد زبيكتشي أن الحجم التجاري بين البلدين تجاوز 6 مليارات دولار، ونطمح إلى رفعه إلى نحو 30 مليار دولار.
من دون شك فأن الحجم التجاري بين البلدين الآن في حدود 6 مليار دولار، ولكن هذا غير كافي، ونحن نطمح بأن نرفع هذا الحجم إلى 20 مليار، 30 مليار، بل في خلال المنجزات التي سنخطوها بأن نرفع ذلك، وهذا ليس خيال، إلى 50 مليار دولار. قال وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي أن الوزارة ستلاحق محلات أبو ريالين وأبو خمسة ريالات بسبب تقليد العلامات التجارية وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات. وأكد الهذيلي في حال ثبوت عملية تقليد للعلامات التجارية ستطبق الوزارة بحق المخالفين العقوبات النظامية وفقا لنظام العلامات التجارية حسب ما أوردت صحيفة عكاظ. ودعا الهذيلي المستهلك لإبلاغ الوزارة عند اكتشاف عملية تقليد في تلك المحلات لكي تبدأ الإجراءات. خفضت المملكة أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إنتاجها النفطي بشكل كبير في يناير، وذلك لدعم الأسعار وتقليص تخمة المعروض، بما ساهم في رفع نسبة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات الذي أبرمته المنظمة إلى مستوى قياسي يزيد على 90%. وتعكف أوبك على خفض إنتاجها نحو 1,200,000 برميل يوميا من أول يناير. أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج البيع أو التأجير على الخارطة هوافي عن طرح منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية على أراضي وزارة الإسكان المرحلة الثانية، وذلك في عدد من مدن ومحافظات المملكة. وبينت الوزارة أن آخر موعد لتقديم عروض التأهيل ومرفقاتها كالضمان البنكي والمستندات المطلوبة هو يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري، وأشارت إلى أنه سيتم إعلان الشركات المؤهلة وتخصيص مجمعات الأراضي السكنية في 19 مارس المقبل، فيما سيتم إعلان اختيار الشركات أو الشركات الفائزة في مطلع يونيو. وافقت هيئة السوق المالية على نشاط الإصدار الخاصة بشركة رؤية للاستثمار العقاري وطرح 8,610,000 سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية نمو. كما وافقت الهيئة على نشاط الإصدار الخاصة بشركة ثوب الأصيل وطرح 1,000,000 سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية نمو. وحسب بيان الهيئة سيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وسوف تعلن نشاط الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح. نهاية الفترة الأخيرة من أموال ومسارات، شكرا طيب، متابعة وإلى اللقاء.